اشتريت خيمتي وحزمت أمتعتي وأريد السفر للحج هذا العام لأكمل ما فعلته في الأعوام الماضية من المسيرة مع الصالحين، لعل الله أن يرحمنا جميعا، لكنني أريد أن أتزوج بزاد في حج هذا، فما هو الزاد وفقكم الله؟ يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فخير الزاد أن تتقي الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فتحرص على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، وتحرص على الصدق في أقوالك وأفعالك، وتحرص على النصيحة لإخوانك، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وعلى إعانة من يحتاج إلى عون بالمال أو البدن أو الجاه، وكذلك تتجنب ما نهى الله عنه من تأخير الصلاة عن أوقاتها أو ترك صلاة الجماعة أو الإخلال بشيء من واجباتها أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الإساءة إلى الخلق بالقول أو الفعل، تتجنب جميع ما حرم الله عليك. فالتقوى اسم جامع لفعل جميع ما أمر الله به وترك جميع ما نهى عنه، لأنها مشتقة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية له من عذاب الله، ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه.